كما العادة في هيت اش عندك كل واحد من التشكيلة يجيب لنا اخبار. دونك هاتنا خلينا نبداو بغازي قايد باش يعطينا الاخبار نتاعو لليوم. غازي هيت شعندك؟ الاخبار نتاعي كمالة للروبريك نتاع عليك ليك بيت ما يحكي على شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي. اي سيدك عزيز، الذكاء الاصطناعي عمل تصنيف لافضل 5 مدربين في تاريخ كرة القدم. اما التصنيف هذا عمل برشا بوليميك في الكوميونيتي نتاع الفوتبول. العباد ما كانتش راضيه عليها جمله. علاش؟ على خاطر الالماني يورغن كلوب والايطالي كارلو انشيلوتي ما كانوش موجودين جمله في الترتيب هذايا. ونحاز قال لك التصنيف اللي وضعته صحيفه ميرور، هي ميرور اللي عملت التصنيف هذايا، هي صحيفه بريطانيه، انحازت برشا للمدربين الانجليز. دونك نعطيك الترتيب انا من الخامس حتكشي للاول. في المرتبه الخامسه نلقاو الاسكتلندي بيل شانكلي. في المرتبه الرابعه نلقاو كيف كيف اسكتلندي اخر اسمه سير مات باسبي. في المرتبة الثالثة نلقاو جوزي مورينو. في المرتبة الثانية نلقاو بيب غوارديولا. والمرتبة الأولى الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون. بون الحقيقة بالنسبة لثلاثة مراتب الأولى ينجموا يكونوا لوجيك، وأنا الحقيقة من رأيي، أنا من رأيي المتواضع راهم لوجيك، لكن شو الفزيدي محلاها غازي أمين وإيه شنو رأيكم في الخبر هذا؟ هنا الموضوع هذا ما نفهمش فيه بالكل جملة وتفصيلا. وأنت إيه؟ حتى تعرف نعرف الجمعية عمري في حياتي ما عرفت. شنو رايك في السير أليكس فيرغسون في المرتبة الأولى في الترتيب؟ اي هي كيما فسعت حسني معك عزيز كمل عزيز كيما بانو بانو. خليني انا عزيز، شنو رايك في بيب غوارديولا اماني؟ شكون مصري؟ حتى لوريجين نتاع لي سيم يصعبوا عليك، متاش من برازيلي ايطالياني ما تفهمش. دونك مو خلينا نحكي مع علي يفهمني ونفهم كيف كيف غازي نفهم الاخبار مع بعضنا. علي ايش رايك؟ شنو ترجع شويه في الاخبار الثاني؟ مش موجودين في الطرح مازلتوا انتم تيتولير ديما بون من عام من عرش كان فهمتها تيتولير ولا ايوه. الحقيقه الكلاسمون مانيش نقول معناتها نحب نقول فيه وعليه، خاطر فما يورغن كلوب معناتها بيزاغ معناتها الاسم مش موجود. انشيلوتي كيف كيف، انشيلوتي كيف كيف سورتو معناتها لي سيزون الاخرانيين، وكلوب وانشيلوتي ماهمش موجودين حتى للتوب 10. نعطيك توب 5 نعرف معناتها حتى للتوب 10 حتى للتوب 10 معناتها العشر الاولانيين باقي انشيلوتي وكلوب ما فماش. لا معناتها مش لوجيك حسب رايك تو. هو مش لوجيك تو. هو كان نمشي هو مش لوجيك. اما ثلاثه بلايص الاولانيين لوجيك. انا فوالا هذاك اش قلت ديجا. باغ كونتر سامحني جوست غازي، كانت سير اليكس فيرغسون الحقيقه سي ليجوند ابار. ديجا عندك سير اليكس فيرغسون، عندك كلمه سير قبل دونك باش تفهم كل شيء. بيب غوارديولا، وثالث شكون قلت؟ الثالث جوزي مورينو ذا سبيشال وان معناتها. هو الحقيقه سي نحكيو لوجيك، كان نحكيو هيستوريكمون خوزي مورينيو معناتها عنده هيستوريك كبير ياسر معناتها فهمت. بار كونتر توا حاليا خوزي مورينيو بلوز اوموان مو ظاهر ياسر. بار كونتر كلوب وانجيلوتي ظاهرين على الاخر. هما هو الحقيقه الترتيب كان عبر التاريخ دونك شافوا البالماريس نتاع لي زونترونور الكل. ما انا نحبكم تتفرجوا في الديجيتال وتشوفوا كيفاش ايا كامرجي جمله ماهيش معانا تلهي تكتب امين ريح كانت تتفرج في تحت تاني سيمي نيسا ريمي نيسا. دونك هات هات هذه هاكم توا باش نجموا تشاركوا معانا. علي شنو هي الاخبار نتاعك؟ سورتو ايا باش تشارك معايا في الاخبار هذايا، على خاطر الاخبار هذايا باش يرجعنا اربع ايام التالي. حتى سامحني حتى ايا حتى امين باش تشارك خاطر زميلها يتسمى فنان به في زميلها في زميلها في الدومين، وخاطر ايه تحب الحكايه نتاع لي تيور ولي زارم وكل شيء. دونك القضايا والحبوسات وغيرهم المواضيع هذوما. اللي بدينا بالقضايا باش نكملوا في نفس الثنيه باش نكملوا هكاك. انا باش نبدا الحكايه وايه من بعد باش تكملها. دونك سي ان شونتور اللي اربع ايام التالي كان جي جيراك اللي هو سي ان جيتون. دونك في كيش نقولوا في التخمام نتاعهم ايزون دوا معناتها عندهم حق باش يدوروا بسلاح. دونك parmi les chants معناتها parmi la bête معناتها les gitans فما كان جي جيراك اللي هو سي ان شانتور معناتها معروف ياسر، عنده دي البوم ربح اي ذكرني ذا فويس ولا ستار اكاديمي وحده والله ما نعرف ما نعرف عنده دي جيت منش فان ذا فويس. كان جي جيراك ربح ذا فويس ذا فويس فوالا. دونك عنده بوبليك معناتها بارتو دون لو موند. واللي اربع ايام التالي هو معناتها في بيسكاروس. دونك فما طلقه نتاع نار اللي هو جات في صدره وديريكت مع الخمسه نتاع الصباح هزوه للكلينيك. دونك غاديكا معناتها فورسيمون كي نقولوا ضربه نتاع سلاح
باش تولي انكيت باش تولي بوليسيه لوجيكمون كل شيء. دونك لهنا العباد لي زونكيتور بداو يحقوا تحلت انكيت اللي هي اوميسيد فولونتير سي با ان فولونتير اللي صلحتها لي اي قبيله في الاوف خاطر في بالي ان فولونتير تاع مش بالعاني يا اخي طلعت بالعاني الحاجه هذيا معناتها صارت المشكله هذيا. دونك الكا هذيا دونك توا هو في وسط اسكو شكون ضرب شكون استعمل السلاح هو كي قام من لوبيراسيون قال انا راني مش بالعاني عملت فوس مانيبيولاسيون تاع السلاح هذيا وضربت روحي انا معناتها هو قال هذيا. دونك لهنا دخلنا في حاله نتاع بوتيتر سويسيد ولا لا مازلنا ما نعرفوش اسكو العباد اللي كانوا معاه فما شكون هو اللي استعمل فرد وكان جي جيراك قاعد ياخذ في الديفونس عليه هو باش ما تصير له حتى شيء. هذيا كل توا لونكيت مازالت موجوده مازالت داكتواليتي حتى لي فان مازالوا ما همش فاهمين معناتها خاطر يحبوا فما عباد بالحق تحبوا على الاخر دونك تحب تعرف الحكايه تحب ولا تلوش حتى هي معناتها حتى الكوميونيتي في سوغ انترنيت ولات هي بيدا اي لونكيت على على الحكايه ماهيش ما نشوفوهاش كل يوم وحكايه ماهيش عاديه وكان جي جيراك ماهوش اي فنان فوالا فوالا دونك هذاك علاش توا معناتها حبيت نحكي على هذايا خاطر اما حتى العباد اللي في تونس ما يعرفوش الاكتواليتي هذايا تنجم تكون اكتواليتي وسورتو عندنا نحن لي زانترنوت لو سونس نتاع لي زونكيت راهو نحبوا نحقوا نحبوا نعرفوا ايش صار وكل شيء وتحب انت تجيب الريبونس باش تبدا كيكا ساتيسفي بينك وبين روحك. دونك هذايا هاتش عندك نتاعي انا نتاع اليوم ايه كمرجي هاتش عندك اليوم محكمه دونالد ترامب رئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تحال على المحكمه الامريكيه العليا سوبريم كورت بتهمه استعمال اموال ذات مصدر مجهول عام 2016 لتمويل الحمله الانتخابيه نتاعو وزاد دخلت عليه تهم تحرش جنسي اون فيت اقدم تهمه عام 1970 دونك الضحيه قررت انها تختار اليوم تشكي به دونك هو عنده محاكم مش محكمه قضايا مش قضايا خاطر بريسك 25 طفله بور لو مومون 25 ضحيه دونك فوالا وي والامريكان مش غريب عليهم مش غريب عليهم حاجه الامريكان اسمع سي فاسينون كيفاش بالحق اون فيت تجي ضحيه تقول عملوا لي عام 1970 يصدقوها ويحلوا عليها قضيه ومعناها ما فماش ادله ما يحلوا كمان هي الباغادي بالنسبه ليا كمرجي غادي تلقى لا لا والله الباغادي نحن الناس الكل نعرفوا ديما معناتها ناخذوا اكتواليتي وديما تصير لهم حاجه باش نحن نحكيو عليها. عايز دونك اكتواليتي ثانيه اللي فما برشا فاكيت قاعدين يعملوا في دي بروتيستاسيون برو باليستينيين وكلهم قاعدين يتوقفوا توا قاعدين يطردوا من الفاكيت جوست خاطر يقولوا في معناها فلسطين دونك لو فيت انه معناها تظهر في الظاهر اللي هي معناها دوله ديمقراطيه ما هي راهي دوله ماهيش ديمقراطيه وسي با لو باغادي لابا جوست خاطر رئيس وكهو ديجا ما نعرفش سامحني قصيت خديت الكلمه فيسع فيسع فما ايه ما نعرفش كان شفت الفيديو فما فيديو في التيك توك في فيلم تيري من فيلم حاطين ثلاثه في ستاند في معناتها بوديوم وكل واحد شاتي كلمه على امريكا دونك زوز كلي هذا نعرفش كان عرضت لك فيديو اللي هذا يقول امريكا بلاد نتاع الفريدوم وفيها برشا حاجات وكل شيء وفما واحد في وسط الفيلم قال لهم تحبوا تعرفوا الحقيقه نتاع امريكا وبدا الوغ لا مش الكلاش ليه الكلاش كلمه ضعيفه قدام اللي عامله هو كيفاش حكى على البلو على البلان بوليتيك ايكونوميك تذكرت الفيديو معروفه السين هذيك معروفه على الاخر ودارت برشا على لي فوالا دونك باش يوريك معناتها ليماج الصحيحه اللي امريكا راوها على الوراق اوكي قويه اوكي بلاد ليبرتي في الظاهر وكل شيء الوغ كو غيلمون كي تخل هو في وسط صحيح كي هو دخل في وسط السوجي لانه خرج بحق ليماج الصحيحه بتاع امريكا لوك تكنيكمون ما عادش ليماج اللي نحن نشوفها واللعبات تعرفها فوالا انا ديجا خليت تميني الريحي باش تعطينا هات اش عندك اخر واحده جوست باش نبدلوا المود شويه نتاع المصاب نتاع اي كاميرا هي ديما اماني ترتح الجو دونك اماني الريحي هات اش عندك اليوم باش تغني لنا والله باش نغني لكم اليوم خاطر ياسر المصايب والجرايم والاغتصابات والتجاوزات هذه بالنسبه للساعه الاولى كهو للناس اللي تسمع فيها الساعه الثانيه حاجه اخرى جمله ديجا نور السعيدي باش يجيب احذانا شويه اخر دونك باش تغني لنا اليوم اخترت لكم اغنيه اسمها دروب السفر كنت نتصور قبل اللي هي أغنية متاع مغنية عراقية فقط لكن اكتشفت اللي هي من أصول أرمينية دونك نخليكم مع صوت أمين رياحي أيه يلا فازي صغيرة كنت وانت صغيرون الحب عرفنا بنظرات العيون قالوا ترى ذولا يحبون من الصغر لما يكبرون مثل نجمة وقمار كبر حبنا واستمر بعيونك حبيبي نبتدي دروب السفر لا 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 لا
شكرا ليك كمان يا رياحي. تصفيقها هنا نصفحوا حاطين لك سيري وتصفح ما غادي كنا نصفحوا. كان فما جماعه يتفرجوا فينا ويتفكروا الغنية هذه يحطوا لنا كومنتير. الفنانة اسمها سيتا هاكوبيان. فما برشا ناس ما يعرفوش الفنانة الأصلية اللي موليت الغنية هذي. وكيف كيف الناس اللي تتفرج حتى كما تعرفش الفنان هذا ما تعرفش أي فنان آخر زاد ينجموا يعطيوا اقتراحات باش تعمل الريح زاد كيف كيف أكيد. تعمل عليهم بوخت خير في بوتيكات. الموعد مازال متواصل معاكم في الاميسيون نتاعنا مع كامل التشكيله. شويه اخر باش نرجعوا مع ضيفنا نور السعيدي، لكن قبل هذا من صوت امين الريح باش نخليكم مع مرتضى الفتيتي يا ليل.